صباح الخير عليكم. فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن ازاي تزرع او تعمل اقصار للورد البلدي. زي ما انتم شايفين قدامكم دي عقل للورد البلدي مزروع من حوالي شهر، واشرح لكم بالتفصيل ازاي تعمل تعقيل للورد وامتى تعمل التعقيل وايه التفاصيل عشان تنجح معاك. اول حاجة هنبدأ بيها وهي الفرع. لازم الفرع اللي هتعمل منه عقل الورد لازم يكون في سمك القلم الرصاص، زي ما واضح قدامكم كده القلم نفسه هو في سمك القلم الرصاص. طيب لو اكبر شوية من القلم مفيش مشكلة، المهم انه ما يكونش ارفع. طيب ايه حاجة تانية؟ تاني حاجة ان الفرع نفسه لازم يكون سليم، يعني ما يكونش فيه اي اصابات. تالت حاجة طول العقلة، العقلة ما ينفعش تقل عن 10 سنتي، ادي دي حوالي كده 10 سنتي، ما ينفعش تقل عن الطول ده. طول العقلة المناسب بيكون من 15 لـ20، يعني أكبر حاجة تكون 20 سنتي، يعني مثلا حوالي الحجم ده كده، وما ينفعش تقل عن 10 سنتي اللي هي كده، فاحنا هناخدها حوالي 15 سنتي، يعني هنيجي هنعمل العقلة لحد هنا كده مثلا. طيب القص بيكون ازاي؟ أول حاجة القص من تحت زي ما انت شايف كده مستوي، بعدين بتيجي ادي هناخد لحد هنا كده عقلة، فهنيجي بالمقص وهنقص بزاوية زي ما انت شايف كده اهو بزاوية، ونقص الفرع. فبقت معانا العقلة بالشكل ده، ده الجزء السفلي اهو مستوي، تيجي للجزء العلوي بزاوية زي ما واضح كده، فادي كده شكل العقلة من تحت مستوي ومن فوق بزاوية. دي كده أول واحدة هنركن دي اهي، بنيجي ناخد التانية. طيب احنا هنا كنا قاصين بزاوية، هنيجي بالمقص ونروح نقص كده الفرع، بس هنيجي من تحت برعم، ادي ده برعم اهو، هنيجي من تحتيه ونقص عدل عشان ده هيبقى الجزء السفلي، فنقص عدل كده، فهنا كده بقى الجزء مستوي. نيجي نطلع لفوق شوية، نشيل طبعا الورق كله، وهنيجي كده اهو هنقص من هنا، يبقى هنقص دي كده وهنقص دي كمان وادي دي كمان، فطلعت معانا العلا بالشكل ده، الجزء السفلي مستوي وادي العلوي هننضفه كده، فدي بقت معانا عقلة تانية، يبقى دي أول واحدة وادي التانية. نيجي كمان باقي الفرع، نشيل منه طبعا الورق زي ما قلنا. طب بتشيل الورق ازاي؟ بتيجي الفرع اهو بتشده لتحت، بتطلع معاك بسهولة اهو بالشكل ده كده، بتروح شادد لتحت، نفس الكلام اهو اهو. طبعا العقل دي رفيعة، لكن يعني مش رفيعة، فاحنا هنجرب فيها. انت دايما لما تيجي تعمل عقل ما ينفعش تعمل عقلة واحدة، عشان طبعا ممكن تنجح وممكن تفشل، فاحنا هنجرب في كذا عقلة. هنيجي طبعا الفرع ده هنعمل منه عقلة كمان، ادي تحت ادي البرعم اهو، هنخليه هنا كده مستوي، وهنيجي من فوق هنا كده اهو بشكل مائل او بزاوية، بقى معانا عقلة كمان. فزي ما واضح قدامكم كده في معانا دلوقتي 5 عقل. طيب ايه افضل عقل فيهم؟ طبعا ديت وديت، دول افضل 2. ليه؟ لان السمك بتاعهم زي ما واضح كمان الفرع نفسه يعتبر كان هيبدا يخشب، فده افضل وقت تزرع فيه عقل الورد الجوري. طيب ادي دول. طيب وبالنسبه لدول هنجرب فيهم بدل ما يترموا، كده كده الفرع نفسه هيترمي مفيش منه اي استفاده، فاحنا هنجرب ممكن ينفعوا وممكن لا. طيب ايه تاني حاجه؟ تاني حاجة بعد ما خدنا العقل هي القصيص. القصيص اللي هتزرع فيه العقل لازم يكون فيه فتحات للصرف، زي ما انت شايف كده اهو في 6 فتحات للصرف في قصيص صغير، دي أهم حاجة عشان العقل ما تعفنش. طيب ايه تالت حاجة؟ تالت حاجة هنتكلم عليها هي التربة. زي ما انت شايف كده قدامك التربة هنا مدية على شكل أصفر شوية، ده لأن خلطها نصها رمل ونصها تربة طينية. طيب لو عندك بيتموس خليها نصها رمل وربعها بيتموس وربعها تربة طينية،
مفيش بطمس زي ما قلنا، نصها رمل ونصها تربة طينية. بعد ما جبنا التربة ادي القصيص اهو، هنضيف التربة في القصيص. بعد ما حطينا التربة هننزل عليها بالمية. طبعا أول مرة لازم تكون المية كتير علشان تضمن إن التربة كلها خدت مية، لأن إحنا بعد ما زرعناها مش هنديها مية تاني لحد ما تطلع فروع وتطلع كمان جذور، فهي شربت المية إيه هنزود لها شوية كمان. يفضل كمان إنك تدي مية لحد ما المية تنزل من فتحات الصرف. طيب بعد ما اديت من التربة المية هناخد العقل، احنا طبعا كنا محددينهم كلهم، الجزء ده اهو اللي هما النادلين ده اللي هيكون في التربة تحت اهو كده، ده كله عدل مفيش حاجة زاوية كده، اوضح اهو اهو. طيب والجزء العلوي اهو ده زي ما انت شايف الفرق فيه زاوية، كل الفروع فيها زاوية اهو. هناخد أول عقلة أهي، هنغرس حوالي النص أو التلت، يعني أزيد من التلت بحاجة بسيطة وبس مش النص، يعني هناخد الجزء ده كده، هنغرس الجزء ده في التربة والجزء ده اللي هيكون فوق، ده اللي هيكون الجذور وده اللي هتطلع منه الفروع. فهنيجي نمسك الفرع من هنا أو القلم من هنا وهنغرس في التربة كده. اللي بعده بنفس الطريقة، الجزء السفلي وادي العلوي هناخد لحد هنا، ادي برعم اتنين دول اللي هيطلع منهم الجذور، وادي فوق في برعم اتنين دول اللي هيطلع منهم الفروع. هنمسك زي ما قلنا القلم من هنا اهو وهنغرس في التربة، وادي التالت نفس الكلام. وادي كمان واحد زي ما قلنا اهو، ادي برعم اتنين تلاتة دول هيكونوا في التربة، واحد اتنين تلاتة هيكونوا فوق. طبعا يفضل انك تزرع كل قلم في قصيص لوحده، لكن انا هنا للتجربة عشان تشوفوا الطريقة. ادي كده اهو شكل الوعل بعد ما اتزرعت، زي ما انت شايف حوالين الفرع في فراغ بصوابعك ولازم تضغط عليها عشان ما تخليش فيه هوا بين القلم والتربة. فهنيجي هنا اهو حوالين كل عقلة وندوس على التربة زي ما انتوا شايفين اهو، المية بدأت تطلع من فتحات الصرف، دي اهم حاجة انها تحصل في اول مرة، لان زي ما قلنا مش هندي مية للقصيص تاني. طيب لحد كده انت عملت يعني او اغلب الناس عارفة الخطوات دي. طيب امال ليه بقى عقل الورد ما بتنجحش معاك او بتفشل معاك، او بعد مثلا ما بتكون فروع بتفشل منك؟ دي هقول لكم بقى على حاجات اغلبكم ما بيعملهاش، ده زي ما قلنا ده الاساس اللي هتعمله بقى لازم تركز فيه وتعمله زي ما اقول لك في الفيديو بالظبط. اول حاجة انك لازم تجيب كيس شفاف زي ده كده، كيس عادي كيس شفاف، وتعمل فيه فتحات بسيطة خالص للتهوية، بس طبعا لازم الكيس يكون نظيف. ادي الكيس اهو، وبأي مقص او اي حاجة عندك هتعمل فيه فتحات بسيطة، فتحة بسيطة خالص زي ما واضح كده. ادي واحدة، نعمل كمان واحدة هنا، كمان واحدة هنا، واحدة هنا. الكيس عملنا فيه حوالي 6 فتحات او 8 فتحات. هنيجي بعد كده وهنغطي العقد دي بالكيس، وهتجيب سلك زي ده او اي حاجة تربط بيها علشان نضمن ان الكيس نفسه يكون محكم، يعني ما يبقاش سايب زي ما انت شايف كده، لا احنا عايزين نحكمه بحيث ما يحصلش منه تهوية كتير. احنا عملنا سكوب للتهوية بس عشان النبات نفسه يتنفس، لكن احنا مش عايزين تهوية جامدة، احنا عايزين تهوية بسيطة للنبات بس. فادي السلك اهو، سلك تجيب خيط تجيب اي حاجة، المهم انك تحكم الكيس، في ناس ممكن تعمله ببلاستر اي حاجة مفيش مشكلة.
هنمسك الكيس اهو بالشكل ده، نجيب السلك من حوالين العصيص، كده انت ربطت الكيس زي ما انت شايف اهو. لو حاولت انك تشد الكيس نفسه مش هيطلع معاك، وطبعا زي ما قلنا من فوق في فتحات للتهويه اهو زي ما وضحت كده، اهي ادي فتحات للتهويه اهي. طيب دي اول حاجه. ايه تاني حاجه؟ تاني حاجه انك لازم تحط القصيص في مكان يكون ظل، يعني ما ينفعش تحطه في شمس مباشره. لو شمس خفيفه مفيش مشكله، لكن مش شمس مباشره، يعني ما ينفعش تحطه على السطح في بلكونه او في جزء معين من البيت مثلا، تكون الشمس اللي بتوصل له شمس بسيطه خالص، تمام ده كويس، المهم يكون فيه اضاءه. فانت هتحط القصيص في مكان ظل. طيب تالت حاجه، تالت حاجه انك ما ينفعش العقل نفسها اللي جوه ما ينفعش انها تتحرك، حتى القصيص نفسه كمان حاول ان انت ما تنقلوش من مكانه، يعني انت هتفضل مثبت القصيص زي ما هو. انت خلاص زرعت العقل اهوت ووصلت للمرحله ديت، هتحط القصيص زي ما هو كده مثلا في الظل، ما تجيش عنده خالص. كل اللي هتعمله انك كل 5 ايام هتفك الكيس ده، هتفك السلك ده، ترفع الكيس تشوف لو في مثلا عقله عفنت مثلا او عقله مش نافعه او فيها اي مشكله بتشيلها من غير ما تهز اي عقله تانية. طيب لو افترضنا مثلا ما فيش اي عفن وما فيش اي مشكله، كل اللي انت بتعمله انك بترجع الكيس تاني وبتربط بالسلك بس. الكلام ده هيستمر معاك لمده 1.5 شهر لحد ما تبدا تلاحظ ان في فروع تطلع. طبعا الورد ممكن من في خلال اسبوع هتلاقي ان في فروع بدات تطلع، لكن دي مش فروع حقيقيه، دي اسمها فروع كاذبه. مش شرط ان النبات يكون كون جذر، دي بتكون الفرع نفسه فيه عصاره فبيبدا انه يطلع فروع وورق، لكن بعد مثلا 10 ايام ولا حاجه بتلاقي ان الفروع او الورق ده وقعت كلها. فاحنا هنستنى لمدة 1.5 شهر على الأقل، 1.5 شهر، بحيث تكون العقلة نفسها كونت جذور. طيب لو زي ما قلنا لقيت مثلا في عفن أو في عقلة عفنت، بتعمل ايه؟ زي ما قلنا بتشيل العقلة وبترميها، ما بتخلاش في القصيص من غير ما تهز باقي العقل. طيب لو عندك مبيد فطري ممكن تضيفه مع المية وبالبخاخة ترش عقلة العقل باقي العقل عشان ما تكونش عادت أي حاجة تانية. العقل اللي انا زارعها طبعا من حوالي 1 او 1.5 شهر هوريها لكم تاني. ادي ده شكل القصيص اهو، ونفس الكيس مفيش اي اختلاف. زي ما انت شايف الكيس فيه زي الميه حواليه، ده بسبب ان انا مش عامل له غير فتحه واحده بس اهي كبيره شويه، لكن الكيس نفسه كان مغطيها. فكل اللي بتعمله ان هي بتحصل تهويه بسيطه خالص للنبات. هنفتح مع بعض اهو القصيص، حاول انت بالراحة خالص وانت بتشيل الكيس عشان الفروع نفسها اللي طلعت ما تقطعهاش. زي ما انت شايف الكيس كله ندى، شايف الكيس من جوه عامل ازاي، كله مية. ادي العقل نفسها، طبعا شايفين كمية الورق. طبعا الورق ده طالع بقاله حوالي 1.5 شهر، فكده اغلب العقل نجحت. طيب هل العقل دي كل اللي زرعتها نجحت؟ لا طبعا، انا زي ما قلت كل 5 ايام بنفتح على العقل، اي حاجه الجناح عفنت بنشيلها. طيب التربه زي ما انت شايف التربه كلها تربه طينيه اهي، اهي بتمسكها مش بتدوب طين. هل انا بزقيها مثلا كل 5 ايام؟ لا، انا ما زقيتهاش غير اليوم اللي عملت فيه اللي زرعت فيه العقل، لكن عشان انا مغطيها بالكيس فمفيش اي تهويه زياده للتربه، فالنبات بياخد حاجته من الميه وخلاص، التربه نفسها مش بتجف. فزي ما قلنا احنا هنزقيها بس واحنا بنزرع العقل. وادي زي ما انت شايف شكل العقل عامل ازاي، وشكل اصلا الورق، شايف صحه النبات اصلا عامله ازاي، لون الورق الخضار بتاعها، النبات نفسه طالع سليم. طيب دي كده كانت طريقه زراعه عقل الورد البلدي. لو مشيت على نفس الخطوات اللي قلت لك عليها في الفيديو هتلاقي معاك العقل نجحت زي ما انت شايف كده. لو في اي استفسار سيبه تحت في كومنت، متنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة.